الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب والقول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده على ومجده واسأل عفوه وتوسلا. صل على خير الأنام محمد وسلم وآله وصحابه ومن تلا. بعد فيا أيها القارئ به متمسكا فجلا له في كل حال مبدلا. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالذي عليا جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عزما وسلسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وها قد وصلنا بحمد الله إلى ختام هذه تعالى الحاج عبد الستار ابو عزم. فجئنا تشاركين نوائب العزاء حاج عبد المنهب ابو عزم والمعلم محمد عبد الستار ابو عزم معلم محمود عبد الستار ابو عزم والمعلم ابراهيم عبد الستار ابو عزم. جينا ايضا تشاركين نوائب العزاء معلم سيد عبد الفتاح ابو عزم معلم ياسر عبد الفتاح ابو عزم معلم محمد عبد الفتاح ابو عزم والمعلم محمد ابو عزم. اسمهم جميعا اتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير الى كل من جاء ليشاركهم واجب العزاء. وقد ارتقى احلى منصه التلاوه بذكر العلم القراني والرفاعي الشهير طيب وقروان محافظه الفقهيه سفير من سفراء قراء اتحاد الاذاعه والتلفزيون الجمهوريه باسم العربيه ولي دائما عن التعليق العلم الاذاعي الشهير كبير القارئ الشيخ احمد الشحات ناشيد فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها يومئذ ناعمة
لسعيها راضية في جنة عالية وجوه يومئذ ناعمة لسحيها فيها عين الجارية وجوه يومئذ ناعمة فيها عين الجارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا وإلى الأرض كيف فذكر إنما أنت مذكر أفلا إلا من تولى فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إن علينا حسابهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها Oh,
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار، أن الله سبحانه وتعالى يجعل ثواب ما قرأ في هذه الليلة القرآنية العطرة نورا يتقاطر على قبر الفقيد. اللهم آمين. تلاوة قرآنية عطرة سعدنا واستمتعنا بها، صوت فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين، قارئ والمقيم بإبناء مركز مدينة ميد عمر بمحافظة الدقهلية. شكر موصول للمهندس حمادة بكر صاحب الصوتيات والإنارة الحديثة، هدي أحمد عطية أبو غنيمة صاحب كبرى مخازن الفراشة وأولى مقاولي أعمال الفراشة، محمد أبو السعود الخدمات الفندقية المتميزة، مهندس ناصر صلاح البث المباشر على الإنترنت. باسم العائلة الكريمة أتقدم لكم جميعا خالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء ليشاركهم واجب العزاء، فهذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.